اليوم بصير فاطمة باجاوي معاكم مكالمات ساهر، هذه خصوم حتنخصم من حسابك. اوه على فكرة يا الكاميرا سوت خدمة للمجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة معي انا فاطمة الجاوي. ان شاء الله يا رب تكونوا رحتوا شفتوا حلقة الاسبوع اللي فات، واللي ما شافها يروح يشوفها من هنا. لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بحلقات اللي كل شوية انزلها. اوكي شوفوا الحلقة هذه اليوم، يعني عشان موضوع الاسبوع اللي فات كده نسوي له بالانس ونسوي له كونسوليديشن، اللي هو كيف اقول لكم. ايوه انا ياسك وشك انجلش. كان يو سبيك قبل لا دقيقه، يو سبيك انجلش انا ريلي. اوكي سبيك اوكي سبيك. فاليوم كده حنخش شويه كده شويه فاينانس وشويه بزنس. انا مش تخصصي فاينانس ولا تخصص بزنس، بس انا ما اؤمن اذا انا ما عندي شهاده فاني ما اتعلم. فهذا كل اللي بقول لكم هو اليوم تعليم ذاتي، واول شيء ثاني شيء يعني انا جربته بنفسي ومره نفع معايا، فليش لا ما انقله لكم. اليوم بصير فاطمه باجاوي معاكم، بعلمكم حاجه في علم البزنس اتوقع اكثر الناس يعني ما قد اتطرقوا لها في حياتهم. اوكي في علم البزنس والفاينانس في مصطلحين. المصطلح الاول اللي هو في شيء اسمه اصول. الأصل شيء أنت تنفق عليه مالك، لكن في نفس الوقت بعد شهر سنة أسبوع 5 سنين في عائد مادي من هذا الشيء اللي أنت هتشتريه، عشان كده اسمه أصل، حيدخل لك فلوس. أوكي مثال زي أنك تشتري عقار اليوم وبعد 5 سنين العقار هذا أو الفلوس اللي دفعتها على العقار 100,000 ممكن حترجع لك مليون، خلينا نقول مليون. بسم الله ما شاء الله تاتشوت تاتشوت. شيء ثاني بزنس، فتحت بزنس صرفت على البزنس هذا 1,000,000 ريال، بعد 5 سنين يصير عندك ممكن نقول 10,000,000 ريال. فالعملية أو الفكرة إنه أنت حتصرف صح، حسابك بالماينس يصير صح، لكن في المقابل في عائد مادي، هذا اسمه أصل. في مقابل الأصل شيء اسمه liability أو خصوم. إيش فكرة الخصوم؟ الخصوم إنه أي شيء تدخل على حسابك في البنك بالماينس. مثال أنا والله اشتهيت شنطة جوتشي، رحت اشتريت شنطة جوتشي دفعت عليها 5,000، في حسابي دحين في ماينس 5,000، هذا خصوم. كيف اعرف انها خصوم؟ والله خصوم عشان خصمت من حسابي. اوكي ثاني حاجه انا ما راح استفيد منها عائد مادي الا اذا انا بعتها. الشيء اللي ما يحصل في اغلب الكيسز، انا اذا اشتريت شيء ما راح ابيعه لان انا مشتريتها اشتهيتها، كيف حبيعها؟ مثال مخالفات ساهر، ترى عليها مخالفه يا جماعه. مخالفات ساهر هذه خصوم حتنقسم من حسابك. مثال اخير نقول لابتوب او جوال اشتريته، هذا دخل على حسابك بالماينس. فهمتوا الفكره؟ اوكي الاصل الاسد واللايبيليتي الخصوم. طيب احنا كيف نستفيد من حكاية الاصول والخصوم؟ احنا ما لنا اصلا، ملناش في البزنس ولا ملناش في الفينانسي وملناش ومنش ومنش. خليني اقول لكم انا الفكرة حقتي انه كيف احنا نقدر، او اللي حتطلعوا فيها انتو كيف حتقدروا تطلعوا الخصوم وتخلوها اصول. خليني اقول لكم مثال على اللابتوب. تبغى تشتري لابتوب جديد، قبل لا تشتري لابتوب جديد انت فكر انا كيف ممكن احول اللابتوب هذا من خصوم الى اصول. كيف؟ اوكي اللابتوب هذا او الجوال قوة فظيعة، شيء ما تتخيلوه، شيء جبار. يعني انتم متخيلين مستوى او مدى التقدم اللي انتم راح توصلوا فيه ذهنيا شخصيا عقليا بس بمجرد انه عندكم لابتوب واي فاي او جوال. في اشياء مرة كثير
تقدروا تتعلموها من طريق اللابتوب. يعني فكروا ايش اللغات اللي ممكن تتعلموها بس بمجرد انه عندكم لابتوب وجالسين في البيت. ايش الدورات اللي تقدروا تاخدوها اونلاين؟ ايش المهارات اللي ممكن تكتسبوها؟ ايش الاشياء اللي راح تضيف لكم وتضيف لحياتكم؟ اعطيكم مثال شخصي على نفسي. انا اشتريت كاميرا عشان اصور يوتيوب. طيب هل اليوتيوب والله بيدخل لي دخل مادي؟ لا، بس انا من اول ما اشتريت الكاميرا وانا اصور 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 الى الوقت هذا، الى اللحظة هذه، فاطمة تعلمت اشياء مرة كثير. فاطمة تعلمت كيف تكتب سكريبت، فاطمة تعلمت كيف تسوي مونتاج، كيف تسوي اخراج. انا ماني بيرفكت، بس انا قاعدة اتعلم 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 واتعلم. على فكرة انا ما اتوقع احد اصلا يفكر يوم من الايام يعلن عندي، لانه هذا الفيديو يعتبر بالنسبة يعني crashing anyways. يعني it's okay، انا I'm not worry about this stuff as long as انه انا قاعدة اسوي خدمة للمجتمع. على فكرة يا الكاميرا سوت خدمة للمجتمع، والله انا قاعدة اقدم فيديوهات توعوية للمجتمع. هذا بالنسبة لي والله يعتبر اصول. الله اكبر عليك. ابغاكم تبتعدوا عن فكرة انه انا والله لازم الحق احدد الدب وراء اخر شيء نزل احدث ومدري. والله العظيم انا شخصيا من جد يعني ترى انا ماني ام نا براود اوف ذس، يعني انا ماني فخوره، بس انا اعرف شخصيا الناس عندهم ايفون اكس، والله العظيم انهم ترى انا ما اعرف الايفون وصل لين فين من دحين. انيويز انا عندي 6 اس. هذول الناس اللي عندهم ايفون اكس ترى ما يعرفوا يستخدم جوجل ابس literally. ترى تعالوا تفرجوا في الاشياء اللي احنا نستخدمها دائما في الجوال. سوشيال ميديا، واتساب، انستغرام، سناب شات، فيسبوك، في اشياء انا ما ادري عنها maybe. ترى احنا يمكن ما بنستخدم ولا حتى 5% من الجوال هذا الاجدد واشطح حاجه بنشتريها. اتعلموا اشياء تطور فيكم، يعني إذا طورتوا من جواتكم سواء مهارة تعلمتوها ولا لغة ولا شيء، أنتوا يعني على المدى البعيد يمكن أنتوا اليوم في وظيفة بكرة تصيروا في وظيفة ثانية، مو بس عشان الشهادة اللي أنتوا كانت عندكم ودرستوها في الجامعة، لا، عشان المهارة هذه اللي قدرتوا تتعلموها من خلال الخصم الفلاني. فهمتوا؟ يا رب إن شاء الله تكون وضحت الفكرة. I know a lot of companies hate me right now but I don't give a shit actually. So, أتمنى أنكم استفدتوا أنبسطتوا أهم حاجة، وشيروا الحلقة هذه لناس مرة كثير يعني حوالينكم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك، لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات اللي أنزلها إن شاء الله. وإذا عجبكم المحتوى حق القناة وعجبتكم الحلقة دعموني على باتريون. I love you so much. See you.